السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم كيك رخامي بطريقتي وبطريقه زوينه ان شاء الله تبعوها. فلهذا الكيك الرخامي غنحتاج 3 ديال البيضات، غنحتاج 130 غرام ديال السكر بودره، جوج معالق كبار يكونوا عامرين ديال الكاكاو المر، عندي كذلك 50 غرام ديال زيت المائده و40 غرام ديال الزبده مذوبه، 75 غرام ديال الحليب، وجوج صاشيات ديال الخميره الكيماويه، وعندي كذلك 200 غرام ديال الدقيق. فالنصيحه ديالي دائما تحاولوا ديروا النص النص، او المهم على الاقل تكون واحد الكميه قليله ديال الزبده، فالكيك بالزبده كيجي زوين، كيجي مذاق زوين. اول حاجه غادي ناخذ 3 ديال البيضات، وغناخذ سكر بودره 130 غرام، وغنبدا نضرب هاد المكونات حتى نحصل على واحد الخليط ابيض ومتكتف، ونطلقهم من بعد. وهنا بعد ما طربت الخليط حصلت على خليط متكتف، غنضيف 40 غرام ديال الزبده، وغادي نضيف 50 غرام ديال زيت المائده، نعاود نطربهم شويه. هنا اخواتي ناخذ 200 غرام ديال الدقيق، ونضيف لها جوج صاشيات ديال الخميره ديال الحلوه، وغادي نبدا نخويها شويه بشويه. الان غنضيف 75 غرام ديال الحليب، صافي هنا خلط مزيان، غنحاول نقسمو على جوج. هنا غادي نضيف جوج معالق كبار عامرين ديال الكاكاو المر، انا اخواتي كناخذ مول ديال الكيك كندهنوه بشويه ديال الزيت او الزبده، وكنوضع فيه الكاكاو، وكنبدا نشكل طبقات. الطبقه الاولى كتكون من العجل من الخليط الابيض، والطبقه الثانيه من الخليط بالكاكاو، وكنبقى غاديه حتى كنعمر المول ديال الكيك حتى كنكمل هذاك الخليط، وكنشعل الفران 170 درجه تقريبا، غياخد ليا في الطياب واحد 30 دقيقه حتى 35. هنا اخواتي بعد ما خرجت الكيك الرخامي من الفران، قطعت هذاك الفوق او هذاك الشابو بالموس، خليت غير هنايا، وكتاخذوا اما نوتيلا او اي كريم ابارتي عندكم. انا هنا صايبت ان غاناش غير بواحد تقريبا واحد 20 غرام ديال الشوكولاط، مع جوج معالق ديال القشطه الطاريه صغار، وحصلت على ان كريم ابارتي. ولا كان عندكم نوتيلا من الاحسن. وغنجي نوضع هذاك الشابو الفوق، وهنا ذوبت 50 غرام ديال الشوكولاط اسود، وغنضيف ليه 50 غرام ديال اللوز مهرمش محمر،
غنجي نحاول ما امكن نضعهم في هذا الفوق ديال الكيك. نغطي هذا الفوق كامل ديال الكيك. فكنقدم لكم اخواتي الكيك الرخامي بالصحه والعافيه، وكنتمنى تجربوه ان شاء الله في البيوت ديالكم. ما تنسونيش من التعليق واللايك وبشركم بروكم.